عنده مثله مشاكل. والعلماء العلماء لهم اخطاء بسيطه جدا جدا، ومن اولى ان تتحقق معهم باسلوب طيب وجميل. جزاك الله خير، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. طيب الأخ جزاه الله خير، يعني كلامه ده كله أو غالبه جاءه من قال حسب ما هو قال الشيخ سليمان العلوان، لأنه أي حديث نحن جبناه وما جبنا من رأسنا الحمد لله، أي حديث جبناه العلماء صححوه، الشيخ الألباني هو محدث العصر الحقيقي، أو الشيخ بن باز أو الشيخ العباد محدث المدينة أو غيرهم، فجبنا الأحاديث الصحيحة. وما ذكرنا في هذه الدورة ولا ختام الدورة إلا الأحاديث الصحيحة التي صححها المحدثون. فالأخ اعتمد ضعف كل الأحاديث الضعافة دي، لأنه اعتمد على قال المحدث، قال محدث العصر الكبير الشيخ سليمان العلوان. سليمان العلوان الرجل ما عالم، ويمكن انتم كلكم ما بتعرفوا او غالبكم ما بيعرفوا اصلا، لكن انا بعرفه واوريكم. هو رجل ما عنده علاقه بالعلم اصلا، رجل تكفيري يكفر المسلمين ويدعو الى التفجيرات في البلاد الاسلاميه، وهو رجل منهجه وهو قائد من قوات جماعه او حزب الاخوان المسلمين، الحزب المتطرف الإرهابي المعروف، وهو مسجون الآن طبعا له سنين لا فك الله أسره، لأنه رجل صاحب فتنة، فتن الشباب وخدع الشباب، وعشان يغش المسلمين قال لهم أنا محدث العصر، يقول بيقول عن نفسه، فما عنده أي علاقة بالعلم. وأنا أتحدى الأخ، ما هو العلم ما ادعاء، هو عمل. أنا قاطعته يا جماعة زول؟ هل قاطعته يا إخواننا؟ فلو ما بتحترم المشايخ اللي قاعدين دول والإخوة، احترم بيت الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ إنه نحن شنو؟ إنه نحن يعني أديناك فرصة إنك تتكلم وتناقش وما قاطعناك، صح ولا ما صح؟ فمن الأدب، إلا إذا كان ده أدب سليمان العلوان المحدث، إنه يجود في الجامع. إذا كان المحدث بتاعك سليمان العلوان علمك كده، خلاص مبروك عليك، بخيت وعديل عليك، إذا كان ده الأدب. لأنه أنا انتظرته لحد ما أتكلم، حتى لما انقاطعك أحد الإخوة أنا سكتته، والإخوة سكتوه عشان تتم كلامك. فهل ده أدب المحدثين؟ ما أدب أصلا، ولا عنده علاقة هذا الكلام بالأدب الإسلامي الصحيح. ذول يكون مؤدب أول حاجة قبل ما تتعلم ذاته، وجاي يطعز غيرك وتقول لي الشيوخ عندهم اخطاء وخليها عشان الامه كلها تتوحد. انت مين ما بديت الورقه وقلت لي عندك اخطاء؟ طيب ما تخليها عشان الامه تتوحد، ما لكم كيف تحكمون كده. خلونا في العلوان ده، لانه ده النقطه الرئيسيه في كلام الزول ده بالمناسبه. لانه كونك انت تقول ده حديث ضعيف وده ضعيف وده ضعيف وده ضعيف، ده ارتشلت الاحاديث. انت الان لو قلنا لك عرف، لا انا قفلته. انت الان لو قلنا لك عرف الحديث الضعيف، في الغالب ما بتقدر، بل ما بتقدر. يبقى ما انت اللي قاعد ضعيف، انت عندك زول شنو؟ بضعيف لك. الزول اللي بضعيف لك ده هو ضعيف ذاته، اللي هو العلوان ده ضعيف خالص وما نافع اصلا يا جماعه. ده رجل داعشي تكفيري تفجيري، ما عنده علاقه بالعلم اصلا، اللي هو اسمه سليمان ابن عبد الله العلوان، انت ذاتك ما عارف اسمه كامل. وعنده كتاب كتب كلها باطله من وكذاب، بكذب على العلماء. انا بديك بالصفحات، انت قال العلوان انا ما بقرا له، قريت له بدري وعارف كذبه بالصفحه، اما لقيت بالصفحه دي تعالى سالني انا. عنده كتاب التبيان شرح نواقض الاسلام، عبد سليمان ابن عبد الله العلوان، في الصفحه رقم 38 في الحاشيه تحت، ما فوق، في 38 الحاشيه تحت الخط تحت. كذب على شيخ الاسلام ابن تيميه، ده رجل كذاب العلوان ده. كذب قال شنو؟ جاب بشرح في الايه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، عشان اوريك الرجل ده تكفيري، مش تكفيري يعني كافر، يعني بيكفر الناس.
انه بعض العوام لما اقول تكفيري يقول لك كفروا، لا مش كفروا، هو اللي بيكفرك انت، هو ذاك بيكفرك انت، ده معنى تكفيري. بيشرح في الايه فاولئك هم الكافرون، طبعا الايه دي السلف كلهم قالوا كفر اصغر الا العلوان، واظن انت معه لانه ده منهج الخوارج بيكفروا بالايه دي. ابو مظفر السمعاني ده ادب المحدثين بالمناسبه، ابو مظفر السمعاني قال شنو في تفسيره؟ قال واعلم ان الخوارج، واعلم ان الخوارج يقرؤون هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقولون من ترك الحكم فقد كفر، يعني الكفر الأكبر، وأهل السنة أو أهل السنة يقولون لا يكفر بترك الحكم. يعني الفرق بين الخوارج وأهل السنة، الخوارج بيقولوا الآية دي كفر شنو؟ أكبر بدون تفصيل، وأهل السنة بيقولوا الآية دي كفر شنو؟ دون كفر، إلا يستحيل أو يجحد أو يساوي أو يفضل، كما هو معلوم عند جميع أهل السنة سلفا وخلفا. طيب فالعلوان اللي هو العلوان ذات المحدث بتاعك، ده ما محدث الأمة، محدث بتاعك أنت. طيب قال في صفحة 38 في الحاشية كتاب التبيان شرح قال نواقض الإسلام، قال قال شيخ الإسلام، شو الكذب ده كيف؟ وفرق بين الكفر المعرف بالألف واللام وبين كفر منكر في الإثبات. فالكفر المعرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الأكبر وانتهى. وده ما كلام شيخ الإسلام، الزول ده زاد في كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول أصلا الكلام ده، والكلام بينتهي لحد وين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية قال وفرق بين الكفر المعرف بالألف واللام وكفر منكر في الإثبات، انتهى. العلوان الكذاب زاد قال والكفر المعرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الأكبر، ده كلامنا يا جماعة، ما كلام شيخ الإسلام، أتحداك وأتحدى العلوان، عرفته؟ ما كلام شيخ الإسلام. فذول كذاب في صفحة 38 في الحاشية من كتاب قلنا شنو؟ التبيان شرح نواقض الإسلام. فما هو عالم؟ بعدين يا جماعة ما ممكن أنت تقول الحديث ده ضعيف بس كده زي تديش اللود بس، هاي ضعيف فيه منو؟ أنا بسألك الآن، الحديث بتاع السجود ده على الحجر الأسود من فيه في إسناده من الرجال ضعيف؟ الحديث الثاني بتاع الطواف بالكعبة قال ضعيف، قال ضعيف، ليه ضعيف؟ مش هو الكلام بس ساكت انه دقيقه بس اوضح وقف، مش الكلام بس ساكت وخلي البتاع، مش الكلام ساكت انه ضعيف صحيح، ما هو كلام بس ما في دليل ما في حجه، صحيح ولا ما صحيح؟ الزول اللي بيقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ده ضعيف بيجيب شنو يا جماعه؟ دليل. قبل انا لما قلت حديث الشاب الامرد موضوع مكذوب جبت دليل ولا ما جبته؟ قلت لأن في إسناده مروان بن عثمان قال فيه النسائي رحمه الله ومن مروان حتى يصدق على الله، وقلت ضعف الذهبي أيضا في ميزان الاعتدال، انتهى الموضوع. لكن انت بس أي حديث ما عجبك بتعاين فيه كده أقول ضعيف، كما قال المحدث، محدث منه الثاني ضعيف تاع سجود الحجر الأسود، الثالث صلاة ضعيف، تقبيل الحجر الأسود والإشارة ضعيف، وقال أنا قلت كمان يقبل الركن اليماني، ما قلنا كلام زي ده، نحن قلنا ده من البدع، لكن انت اظن كنت مع المحدث، من البدع يا ناس تقبيل الركن اليماني او استقبال او مسح الركن، لا تقبيل الركن اليماني او الاشاره اليه من البدع، قلنا لكن لو وصلت شنو؟ تستلم، والاستلام المسح باليد كما عرف العلماء ذلك. بعد ذاك قال حديث رايت ربي، ده ما هو الضعيف يا أخي، الضعيف بتاع رأيت ربي في صورة شاب أمرد، وهو حديث من رواية منو عليك الله؟ من رواية أم الطفيل ابن عمرو، ده مكذوب. والرواية الثانية من رواية ابن عباس أيضا موضوع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والحكم عليه بالوضع ابن تيمية والذهبي بميزان الاعتدال والنسائي، ده الضعيف. رأيت ربي في صورة شاب أمرد عليه نعلان من ذهب إلى آخره، موفر، ده الضعيف، ده الموضوع المكذوب. أما حديث
رأيت ربي في أحسن صورة، ده ما فيه تشبيه أصلا عشان أنت يختلط عليك. وده العلماء ألفوا فيه كتب، الإمام ابن رجب الحنبلي ألف فيه كتاب كامل اسمه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. هو الحديث شنو؟ كده تمامته عليك الله تمه لنا، تمه ما بتقدر تتمه. طيب الحديث نديك تمامته. قال النبي صلى الله، أنا عارفك ما بتقدر تتمه دي متأكد منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ عشان كده الإمام ابن رجب قال شنو؟ اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. قلت: لا. فقال: يختصمون في الكفارات والدرجات ورفع الأقدام إلى الجماعات. وساق الحديث، ده الحديث، انت حاجة ما عارف الضعيفة كيف. طيب فانت بس العلوان ده ما تقرأ له. بعدين حديث الجري بين العالمين الأخضرين في بين السعي في بين الصفا والمروة في السعي، ده ثابت، صحه الألباني رحمه الله تعالى، بل أتى برواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري بينهما حتى تنكشف ركبه. خلاص انت سمعت كلام العلوان، لأن ورق العلوان ده ما عنده علاقة أصلا بالعلم الديني أصلا، زول ساكت بس تكفيري وتفجيري تاع تفجيرات وزولا مجرم بطريقتك. نحن بننصحك والله، وده اللي بيخلي الأمة تعتصم وتتحد، إنه الناس يخلوا الضلال ويمسكوا في درب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بعض الناس يا إخواننا بيرفضوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتشوا لهم علوان وغيره سجمان؟ ليه ما يمسكوا درب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي بيخلي الناس يتحد. طالما ربنا واحد المعبود كذلك المتبوع واحد، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. تابعوا يا أخي، ربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأنا جاني خبرك بالمناسبة من امبارح، أنت ما جايب خبر. قال لي في زول قال جاي يرد عليك، قال على كل الأشياء، وفي نفس الوقت ختم كلامه بعاية للناس أعمامنا الكبار في الجامع، ناس اللجنة وكده، يقول: لابد تتوحد الأمة. أنت تتوحد ديل بس يعني؟ فده ترضي، شغل بتاع ترضيات. أنت لابد من امبارح وتجي الليلة تقول درنا واحد الأمة؟ أنت لابد ليه من امبارح؟ أنت تقدر تفرق الأمة يا أخي. خبرك جاني بدري، أنت ما جايب خبر. طيب